جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل العمل شرط لصحة الإيمان أو لكمال الإيمان؟ العمل من الإيمان، لا إيمان بدون عمل. لا، إذا كان يترك العمل نهائيا فليس عنده إيمان، إذا كان يعمل يترك فهذا محل نظر. إن كان يترك شيئا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بكفر تاركه فإنه يكفر، مثل الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. فإذا كان شيء العمل نص الرسول على أن من تركه يكفر فإنه يكفر الكفر الأكبر. أما من جاء ما جاء ذكر أنه كفر ولكن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بخروجه من الدين بسببه، فهذا يعتبر من الكفر الأصغر، يعتبر من الكفر الأصغر، مثل لا ترجعوا بعد كفارا يقتل بعضكم يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا المراد به الكفر الأصغر. فالقاتل لا يكفر. وكذلك سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا كفر أصغر. وقال العلماء في هذا قاعدة: إذا جاء الكفر معرفا بالألف واللام فهو الكفر الأكبر، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. أما إذا جاء منكرا فإنه يعتبر من الكفر الأصغر، قتاله كفر. نعم.